اليوم موضوع يعني طرحه سماحة السيد الحكيم في موضوع عقلنا للتفاوض، يعني نلاحظ ان في يعني بعد حضورنا داخل الاطار التنسيقي، بعد الزيارات التي اجريت الينا من جميع الاطراف السياسيه، هي هناك عدم عقلانيه في التفاوض، هناك سقوف عاليه في التفاوض، هناك مطالب غير واقعيه، يعني مطالب تصل الى مرحله كسر الاخر. تقصد من التيار الصدري على سبيل المثال؟ من كلا الطرفين. اليوم على سبيل المثال مثل التيار الصدري يذهب باتجاه عدم فتح اي حوار في موضوع ما جرى في يوم الانتخابات وما هي الاعتراضات. فالطرف المقابل يرفض ان يناقش مع التيار الصدري على سبيل المثال مشروع الاغلبيه وكيف سوف تنضج. من هو الطرف المقابل؟ دورة القانون؟ لو كل الإطار التنسيقي يعني عدد الحكمة مثلا إذا استثنينا نعم تحالف قوى الدولة، كل الإطار التنسيقي ما عدا الحكمة باعتبار أن هذا الموقف، نحن لا نريد أن ندخل في هذه التشكيلة الحكومية. فبالتالي يعني نحن هذا السقوف العالية من الشروط التي وضعتها القوى السياسية حقيقة لا تصلنا إلى نتيجة. وأنا أؤكد لك إذا ما استمرينا على هذه الحالة حتى وإن صادقت على النتائج. سيد اللامي، هذه السقوف وفق يعني ما أنتج الصندوق، يعني لما يتحدث التيار الصدري هو على وفق مثلا نتائج الصندوق ب 74 مقعد. نعم، نحن ليس لدينا اعتراض، يعني ليس لدينا اعتراض، الموضوع لا يتعلق برئيس الوزراء فقط، يعني خلينا نكون واقعيين. رئيس الوزراء اليوم إذا أريد يأتي لا يتعلق فقط بموقف الأخوة في الكتلة الصدرية، هناك موقف يعني في القوى السياسية الشيعية الفائزة على أقل تقدير الآن، هناك موقف للأخوة في البيت السياسي السني والكردي. الموضوع لا يتعلق بحزب واحد أو فرد شخص واحد. بالتالي هذا التفاوض، وعقلنا التفاوض نحتاج إلى أن يجتمع الجميع أي تغيير يتفاوض بما هو ممكن.